السيارة الجميلة الثانية بسوي لكم تقرير عنها على السريع، موديل 2002 إصدار خاص، بنتلي كونتيننتال سيريز. طبعا هذه صنع منها فقط 42 نسخة، مكينة V8 تيربو 6.75. السيارة ما شاء الله تبارك الله يعني من الإصدار الخاص 42، عندكم دبل بريك وعندكم الرفارف، هذه تجي في الإصدار هذا فقط. شوف الرفرف الخلفي من الوكالة، طبعا لون أسود من جوا، عنابي أو أحمر، ما شاء الله تبارك الله. شوف السيارة الثانية، طيب 93، ما شاء الله ما شاء الله. هذا راح أصورها لكم الحين بعد شوية، ما شاء الله تبارك الله. الفايف 12 تي آر. ها محمد كيف؟ تمام؟ ما شاء الله تبارك الله. راح أصور لكم هذه، أخلص منها أصور لكم الفراري. هذا البنتلي إصدار خاص، صبغ الوكالة، داخلية الوكالة، ماشي تقريبا. فيديو تكملة البنتلي زي ما قلت لكم، هذا بنتلي كونتيننتال ليمانز إصدار خاص. خلنا نوريكم الداخلية، ما أدري خدت فيكم لفة في السيارة ولا لا. راح نصور لكم الفراري 512 دي 93، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. مقفل يا ولا مفتوح من هناك؟ شو ما شاء الله تبارك الله. شوفوا بنت لي اكيد الفين نمبر يجي هنا، حتى السيارة تجي هنا. ما شاء الله تبارك الله. شوف الداخلية كيف، أوريكم شغل السيارة. بسم الله، نسلك الفرامل، ما شاء الله تبارك الله. عاد عارفين حقين البنت اللي لما تروح ريوس ترفع فوق تنزل، لما تعشق دي عادي تنزل، ما شاء الله تبارك الله. من أصل 42 نسخة، ما شاء الله تبارك الله. هذه منحوت.